السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة تالتة إعدادي، هنحل مع بعض إن شاء الله امتحان محافظة كفر الشيخ للترم الأول 2025. يا ريت قبل ما أبدأ ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شرح كل دروس الجرامر موجود في قائمة تشغيل جرامر تالتة إعدادي الترم الأول. أول سؤال: finish the following dialogue، أكمل الحوار الآتي. إيمان is back from school and her mother is opening the door. إيمان عائدة من المدرسة ووالدتها بتفتح الباب. Hi Iman, how was your day at school? كيف كان يومك في المدرسة؟ إيمان ردت عليها، وبعد كده الأم سألتها سؤال وإيمان قالت لها Because my best friend فيروز felt ill suddenly، لأن صاحبتي فيروز تعبت فجأة أو مرضت، شعرت بالمرض فجأة. يبقى هنا كيف كان يومك؟ تقول إيه؟ It wasn't good، يعني لم يكن جيد. It wasn't، it wasn't good، يعني لم يكن جيد. طبعا هنا الأم هتسألها لماذا، يبقى why. ممكن نكتب why ونكتب مثلا أو نكمل بعدها، يعني ممكن تكتب why بس أو تقول why wasn't it good، لماذا لم يكن جيد. لأن صاحبتي فيروز my friend فيروز felt ill suddenly، شعرت بالمرض فجأة. الأم سألتها سؤال وإيمان قالت لها during the science lesson، خلال حصة العلوم. يبقى متى حدث ذلك؟ يبقى when، يعني متى، فعل مساعد في الماضي did، بعد كده that، يعني إمتى حصل ده that، والمصدر من happen تبقى happen. when did that happen، متى حدث ذلك؟ قالت لها during the science lesson. What made her feel ill؟ feel ill، إيه اللي خلاها تشعر بالمرض؟ ردت عليها وبعد كده الأم قالت لها bad food، طعام سيء. You should visit her and you can buy her some flowers، ممكن تزوريها وتشتري لها بعض الإيه؟ الورد. يبقى هنا وقت، يبقى هي تناولت طعام سيء، يبقى she ate bad food أو she had، ممكن نكتب ate أو had. she had bad food. هتقول لها إيه؟ I'll do that، سوف أفعل ذلك. I'll do that أو I will visit her soon. I'll visit her soon، يعني سوف أزورها قريبا. visit her soon، سوف أزورها قريبا. I will visit her soon أو I will do that، يعني هزورها. السؤال الثاني: read and complete the text with words from the following list، هنكمل بكلمات من اللي موجودة عندنا. weather يعني المياه، countries دول، neither يعني لا، لا ده ولا ده، land يعني أرض، cities يعني مدن، both يعني كل من. Sinai in Egypt is home to many attractions activities. سيناء في مصر هي موطن لي العديد من الأنشطة وأماكن الجذب، و fascinating wildlife، وكمان الإيه، الحياة البرية الرائعة. Both on A and the in the sea، واللي موجودة عليه وفي البحر. يبقى both on A land، اللي موجودة على الأرض وفي الإيه وفي البحر. Amazing A such as دهب شرم الشيخ، يبقى amazing A cities، يعني مدن رائعة. amazing cities، amazing cities such as دهب شرم الشيخ and so much more، طبعا مدن مدهشة رائعة زي دهب وشرم الشيخ وأماكن تانية كتير. the Sinai attractions provide you with the chance to explore a the beauty of the desert and its geographical wonders alongside the Red Sea. الأماكن اللي موجودة في سيناء، يعني اللي هي أماكن السياحية، بتمدك بفرصة، بتزودك بفرصة إن أنت تستكشف إيه جمال الصحراء والمعالم الجغرافية بطول البحر الأحمر. يبقى إيه؟ both، كل من جمال الصحراء والمعالم الجغرافية، يبقى تستكشف كل من explore both
the beauty of the desert and wonders. Alongside the Red Sea with its cool, بطول البحر الأحمر بإيه الجميلة؟ With its cool إيه؟ water بمياهه الجميلة. بعد كده سؤال القطعة. Electricity is an essential part of our daily lives. الكهرباء جزء مهم أو ضروري في حياتنا اليومية. People use electricity for lighting, heating, cooling, refrigeration, and for operating computers, electronic machinery, and public transportation systems. الناس بتستخدم الكهرباء ليه؟ للإضاءة، التدفئة، cooling اللي هو يعني تبريد الجو، في refrigeration للتبريد، تبريد يعني الطعام والحاجات دي، and for operating computers وتشغيل الكمبيوتر والإلكترونيات والآلات، وكمان وسائل المواصلات العامة. Most electricity is generated from non-renewable sources such as coal and natural gas. معظم الكهرباء بيتم توليدها من مصادر غير متجددة زي الفحم والغاز الطبيعي. If Earth are being made to produce more electricity from solar, wind and nuclear sources so that the natural sources can be saved. مجهودات كتير بيتم مجهودات بيتم عملها لإنتاج الكهرباء أكثر من الطاقة الشمسية، المصادر الطاقة الشمسية والرياح والمصادر النووية، لكي نتمكن من توفير الموارد الطبيعية الحفاظ عليها يعني. There are many small steps in which we can save electricity. في طرق كتير خطوات صغيرة ممكن نحافظ بها على الكهرباء. In summer, في الصيف, find times when you can open up the windows. في الصيف افتح يعني حاول ان انت تجد الوقت اللي تفتح فيه النوافذ الشبابيك لما for air and cooling instead of switching on the air conditioner or fans. نفتح النوافذ للهواء الطلق بدلا من تشغيل المكيف او المروحة. Use energy saving bulbs. استخدم مصابيح موفرة للطاقة as they are brighter and use much less electricity لأن هما بيكون ضوءهم واضح وبيستخدموا كهرباء أقل. When you're not charging electronic devices لما ما بتكونش تشحن الأجهزة الإلكترونية disconnect them. حاول إن أنت تفصلهم. Most importantly أكثر أهمية installing solar panels can help you because they help in saving a lot of energy. وعلى يعني سبيل أكثر أهمية تشغيل أو تثبيت اللوحات الشمسية ممكن يساعدك لأن هما بيساعدوا في توفير الكثير من الطاقة. Finally في النهاية some small changes in each home can make a big difference to the environment. بعض التغيرات البسيطة في كل منزل ممكن تعمل اختلاف أو فرق للبيئة تعمل اختلاف كبير على البيئة. اختلاف هنا يعني تغيير. The main idea of the passage is الفكرة الرئيسية في القطع هي أن الكهرباء مهمة علشان Electricity is important in modern life, so we must save it. الكهرباء مهمة للحياة الحديثة لذلك ينبغي ان احنا نحافظ عليها. We should as they are brighter and use much less electricity. ينبغي ان احنا نستخدم ايه لان هما بيضيئوا اكثر يعني وبيستهلكوا طاقة او كهرباء اقل يبقى دي الايه. Use energy saving bulbs استخدام المصابيح الموفرة للطاقة. According to the passage وفقا للقطعة
A big difference means كلمة اختلاف كبير معناها ايه؟ معناها change things in a good way، تغير الأشياء بطريقة أفضل. Change things in a good way. Why can't life be imagined without electricity؟ لماذا لا يمكن تخيل شكل الحياة بدون الكهرباء؟ ليه؟ لأن احنا بنستخدم الكهرباء للإيه؟ lighting الإضاءة، و heating التدفئة، و cooling الإجابة في القطعة. هنقول because ونكتب هنا people use electricity for lighting, heating, cooling and refrigeration and operating computers, electronics, machinery and public transportation systems. لأن الناس بتستخدم الكهرباء في كل هذه الأشياء، التدفئة والتبريد وتشغيل الكمبيوتر والآلات ووسائل النقل العامة. Summarize the second paragraph in one sentence. لخص الباراجراف الثاني في جملة واحدة. الباراجراف الثاني ان احنا ينبغي ان احنا نحافظ على الكهرباء عن طريق فتح النوافذ في فصل الصيف. هنقول ايه؟ يمكننا الحفاظ على الكهرباء، يبقى we can save electricity by using solar panels، اللوحات الألواح الشمسية solar panels. هكمل هنا، إجابة السؤال دي فوق solar panels كوما energy saving bulbs، مصابيح موفرة للطاقة، وكمان فتح النوافذ في فصل الصيف and opening windows in summer instead of، يعني بدلا من تشغيل التكييف windows in summer. لو عايز تكمل تقول instead of operating conditioner، بدلا من تشغيل التكييف عادي. Would you like to use solar panels in your future house؟ هل تحب استخدام الألواح الشمسية في منزلك المستقبلي؟ هنقول ايه؟ Yes I like to use them. Why؟ لأن هم محافظين على البيئة، يبقى because طاقة شمسية، يعني because solar energy. Is كمل هنا is environmentally friendly، يعني صديقة للبيئة environmentally friendly. Oh, it is clean. Solar energy is a clean source of energy. مصدر نظيف للطاقة. يبقى دي تبع إجابة السؤال الخامس اللي هي فوق دي، والسادس تكملته هنا. Sorry، السادس تكملته هنا. Because solar energy is environmentally friendly. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. It's a place where you can play volleyball, tennis, and other sports. مكان يمكنك لعب فيه الفوليبول، الكرة الطايرة، والتنس، ورياضات أخرى. بدل إيه؟ Sports center، المركز الرياضي. Is to find or find out something that people didn't know before. إن أنت تجد أو تكتشف شيء الناس ما كانوش عارفينه من قبل. يبقى دي إيه؟ Discover، يكتشف. The synonym of the word quickly، معنى كلمة quickly سريعا، يبقى معناها fast. سوي كلمة fast سريعا. fast حال، تنفع حال وصفة، يعني مش بنضيفلها الواي عشان تتحول لحال، لأ هي fast كده حال. We went to the exhibit and saw many paintings، ذهبنا للمعرض ورأينا رسومات كتير. To correct the underlined word، علشان نصحح الكلمة ديت اللي هي exhibit، add the suffix a من the fly. طبعا هنا معناها يعرض، انما معرض يعني exhibition يعني معرض، لازم نضيف ion. They put many colorful papers and balloons on the walls، بيضعوا الكثير من البالونات والاوراق على الملونة على الحوائط.
they is a walls. هم بيزينوا الحوائط يبقى they, وهم زينوا put هنا معناها وضعوا, فعل ماضي تصريف تاني يبقى هنقول ايه decorated يعني زينوا. To have the same chances in life as other people means to have a equal a. ان انت يكون عندك نفس الفرص في الحياة زي الناس التانيين معناها ان انت يكون عندك ايه متساوية, equal opportunities يعني فرص متساوية. Complete the sentence with the correct form of the word in brackets. هنكمل بالكلمة الصحيحة. منى usually visits her grandparents the weekend. منى عادة بتزور أجدادها في أجازة الأسبوع. أجازة الأسبوع يبقى at the weekend. At the weekend. We married for over 50 years. إحنا متزوجين لمدة 50 سنة. طبعا هنا فور من علامات المضارع التام. يبقى هنا هكتب مضارع تام, يبقى we بتاخد have, يبقى we have been married متزوجين, we بتاخد have بعد كده التصريف الثالث من be تبقى been. We've been married for over 50 years. ممكن نكتب we are married for 50 years لكن الإجابة الأصح هي have been لأنه مضارع تام. فور من علامات التام. As I gave my friend the phone to look at, he dropped it. بينما أنا كنت بعت لصديقي الهاتف إن هو ينظر لي, يعني وقع منه. يبقى هنا عايز بتساوي while بجيب بعدها ماضي مستمر. I بتاخد was في المضارع المستمر. give هكتبها ازاي, هحذف ال e واضيف ing. was giving. my mother told me that, أمي أخبرتني بأن. not able to speak until I was about 4. ما كنتش عارف أتكلم, لم يكن عندي القدرة على التحدث إلا أن وصلت لسن الرابعة. يعني لحد 4 سنين ما كنتش بعرف أتكلم, يعني لم أكن قادر على التحدث. wasn't able to. أي بتاخد wasn't بعد كده أكتب able to. wasn't able to. I was a to hear that the community center was closing. أنا كنت أشعر بالإحباط إن أنا أسمع إن المركز يعني اغلق, كان بيغلق. طبعا احنا انا اللي حاسس بكده, يبقى الصفة اسمها ايه, هضيف لها اي دي, يبقى disappointed, اشعر بالاحباط او محبط. I was disappointed. انما الخبر نفسه it was disappointing يعني كان الامر محبط, انما انا اشعر بالشيء يبقى اي دي على طول. اوكي, ده كده حل امتحان محافظة كفر الشيخ. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في اي اسئلة ياريت تكتبوها في الكومنتس, وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.